ملتقى افريقيا. دوما نحن نصور الفيزيبيليتي بتاعتنا في الخارج انه الافريقي يمد يده، لا. بعد البنيه التحتيه وبعد الادوات، هذه التظاهره تدل على انه الهدف الذي سطره السيد رئيس الجمهوريه لتصدير خارج المحروقات بمستوى 5 مليار دولار لهذه السنه 2021 في متناول القاعده الاقتصاديه الجزائريه من مؤسسات تابعه للقطاع العام ومؤسسات تابعه للقطاع الخاص. وهذا ما رايناه اليوم في هذه التظاهره هو مشجع جدا. اقتصاد المعرفه هو اهم شيء، انه يعرف ما يمكن ان يصدره الى اثيوبيا، وما يمكن ان يصدره الى السنغال، وما يمكن ان يصدره الى ليبيا. فيه اسواق واعده في افريقيا، والجزائر تملك مكانه قويه جدا في افريقيا، وهذا بشهاده كل السفراء وكل الوزراء الذين يشاركون معنا في المنتدى.